ہماری عتیق الرحمن آبے صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء وننزل من القرآن وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن
المؤمنين ولا يزيد الظالمين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم.